بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، التواصل جاري هنا في هذه الانطلاقات، مع هذه الانطلاقات الجميلة المميزة في أرضية ميدان ضو لانطلاقات سنة 13 ضمن مكرمة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخزعلية خليفة بن حميد بن محمد بن حبس المشيخي. ما شاء الله من يسيطر عليها وعلى هذا الأداء. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صلوا على ذكر النبي، صلوا على ذكر النبي. النقلة على مصيحة لراشد مسعيد بن عبيد الحميري في ثاني المراكز، المركز الثالث افتتاح محمد مسعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم. النقلة على المركز الرابع هون الأندلس لعبد الله محمد بن علي بن حمود الاشتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هنا من تأتي الشروط سلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الخزعلية اللي مسيطرة على المركز الأول، اللي صامدة على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله خليفة بن حميد بن محمد بن حبس المشيخي المسيطر على المركز الأول، الصامد ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا حمران، يا سلام يا الوقن، يا سلام يا أهل الأصايل. الله النقل على المركز الثاني والثالث كلها تعود من كيتين لسعيد محمد إبراهيم. المركز الرابع هناك محمد بن خليفة بن قحيت. روح يا سعيد، روح يا سعيد عند الخزعلية. شكرا يا المقعودي سيف بن عتيج المقعودي اللي رشح الخزعلية على المركز الأول. ما شاء الله من أمس وترشيحك في محل يا أبو هند، تهانينا لك يا خليفة بن حميد بن حبسه المشيخ، وسلام عليكم يا هالي حمران على هذا الأداء الجميل والمميز. ما شاء الله المركز الثاني والثالث إبراهيم. المركز الرابع شعار محمد بن خليفة بن هول. المركز الخامس اللي شعاع خالد بن علي الثاني بن علي الشامسي. توقيت الزمن 2:12:44. ما شاء الله بدون يتوامر أفضل توقيت ما شاء الله. سلام يا بن حبسة، سلام يا بن حبسة، دائما إلى الأمام مع هذه الأسامي الجميلة والراقية.